فضيلة الشيخ، هذا السائل بشير يقول: وفقك الله فضيلة شيخنا، هل يعتبر القياس من مصادر التشريع الإسلامي؟ وما هي مصادر القياس؟ مأجورين. القياس عند الجمهور هو الدليل الرابع من أصول الأدلة. الأدلة أصول الأدلة هي الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس الصحيح. القياس الصحيح المبني على علة صحيحة، فهذا لا بأس به، هو من الأدلة، هو من أدلة التشريع عند جمهور أهل العلم. نعم.